ممكن اي شخص يكون بيعرف بيانات حسابك على فيسبوك مثلا من ايميل وكلمة سر، ولكن ما رح يقدر يدخل على حسابك او حتى يسرقه، وهذا الشيء بينطبق على عدد كبير من المواقع. ولكن كيف ممكن تحمي حسابك من الاختراق والسرقة لهي الدرجة؟ عدد كبير من المستخدمين تنسرق حساباتهم على الانترنت بمختلف المواقع والخدمات، على الرغم من انه هاي المواقع وفرت وسائل حماية تجعل من عملية سرقة او اختراق حساباتك عملية شبه مستحيلة. احد هاي الوسائل هي طريقة التحقق بخطوتين او ما يعرف ب Two Factor Authentication. بالحالة العادية ولو تدخل على حسابك بفيسبوك مثلا، رح تكتب الايميل بالاضافة لكلمة السر ورح تدخل مباشرة للحساب، ففي حال اي شخص عرف هاي المعلومات رح يكون قادر على سرقة او اختراق حسابك مباشرة. اما مع تفعيل طريقة التحقق بخطوتين ضمن فيسبوك، فلحتى تدخل على حسابك رح تكتب بالخطوة الاولى الايميل وكلمة السر الخاصين بحسابك، اما بالخطوة الثانية فرح تدخل رمز مكون من عدة ارقام رح تحصل عليه، اما من خلال رسالة نصية رح توصل على رقمك، او من خلال تطبيق خاص بتوليد هاي الرموز اللي رح تتغير خلال عدة ثواني. وبالتالي في حال اي شخص عرف بيانات حسابك على فيسبوك من ايميل وكلمة السر، ما رح يكون قادر على انه يدخل على حسابك، لانه بكل بساطة هو بحاجة للرمز اللي رح تحصل عليه سواء من خلال الرسالة النصية اللي رح توصلك او من خلال التطبيق الموجود على موبايلك لحتى يقدر يدخل على حسابك، فعملية اختراق حسابك او سرقته رح تكون جدا صعبة. وسيلة التحقق بخطوتين تشمل عدة طرق، من ضمنها رمز معين رح يوصلك على موبايلك من خلال الرسائل النصية على رقمك، او رمز معين رح تحصل عليه من خلال تطبيق خاص بتوليد الرموز اللي بتتغير خلال عدة ثواني مثل تطبيق جوجل اوثنتيكيتر. اضافة الى انه الموقع ممكن يزودك برموز احتياطية رح تحتفظ عليها بشكل منفصل وتستخدمها للدخول للموقع. والطريقة الاخيرة رح تكون عبارة عن مفتاح الكتروني خارجي ممكن توصله بالكمبيوتر من خلال منفذ USB او من خلال الموبايل عن طريق تقنية NFC. وممكن تستخدم كل هاي الطرق بوقت واحد، ففي حال ما كان عندك وصول لاحد الطرق ممكن تستخدم طريقة بديلة او ممكن تستخدم طريقة واحدة فقط. معظم الخدمات على شبكة الانترنت كوسائل التواصل الاجتماعي واتساب جوجل دروب بوكس وغيرها من الامور بتدعم وسيلة التحقق بخطوتين كطريقة اساسية لحماية حسابك من الاختراق والسرقة. لذلك اتأكد انك تفعل وسيلة التحقق بخطوتين بكل الحسابات اللي بتستخدمها على الانترنت لتضمن حماية هاي الحسابات من السرقة او الاختراق. فأتمنى تكونوا استفدتوا من هاي المعلومة لحتى تحافظوا على حساباتكم بشكل جيد. كان معكم سامر، الى اللقاء.